جاهز؟ في لعبة جديدة استحدثت حاليا ونحن من موقع الخبر اليومي جايين نغطيها. معنا الأستاذ، بتحب تعرفنا عن حالك لو سمحت؟ سعيد بلغموني. أستاذ سعيد بلغموني، أهلا وسهلا فيك. بتحب بليز تعرفنا عن حالك، مين حضرتك وشو هي اللعبة؟ أنا رئيس اتحاد اللبناني للعبة الأختفو. لعبة اسمها الأخ أختفو. الأختفو أختفو، هيدي لعبة جديدة لبنانية طبعا، ونحن بصدد أن تصير عالميا الله راد بوقت قريب إن شاء الله. هلأ عم نعمل تدريبات، في عنا هلأ مثل مباراة رح تشوفي بعد شوية تغطيها إذا بتحبي، لأبطال من لبنان يعني بهاللعبة. طيب بليز خبرنا كيف انطلقت الفكرة. الفكرة انطلقت بشكل بسيط لأنه نحن بلبنان مثل ما بتعرفي في عنا كتير المواطنين عم يتزمروا دايما ببزوا، أختفو على العجقة، أختفو على مثلا ما في كهرباء، أختفو ما في مي، تفو على الدولة، تفو على فنحن قلنا هالبزاء كله عم بروح دعان وهدر، ليش ما بنستغله بنعمل رياضة مفيدة بيستمتعوا فيها العالم والجمهور، وبنفس الوقت بتفيد الجسم كمان، يعني هي رياضيا بدها لياقة بدنية، بدها تمرينات وكل شيء. طلعت من الواقع اليوم اللبناني يعني. صحيح صحيح، وان شاء الله هلا عم نستعد لنخوض، في عنا دورة عربية بعد شوي قريبا رح يصير بموريتانيا، وفي دورة كأس العالم كمان ببوتسوانا. طيب بليز بتعرفنا عن اللعيبة؟ اللعيبة في عنا اتعرف عليهم تباعا اذا بتحبي، في عنا اللاعب كامل بلغم. كامل بلغم، كامل بلغم هو كامل مشهور بلغم. بانه يزت مجالات يعني بالبزقه تبعيته بتوصل لبعيد. هلا بتلاحظي عنده مجالات بعيده. في طارق بزقه اللي حده رعاني. طارق بزقه، طارق بزقه هيدا مشهور انه بصيب يعني بصيب اصابات مباشره على الهدف. هلا بشوف هذا الهدف مع بعض شوي. قدامنا اكيد. وفي دموزيل كمان، في العنصر النسائي دخل بقوه على الخط. في عنا اللاعب المخضرمي ليا مختا. ليا مختا مشهوره من 2004 بلشت تمريناتها وهلا رح تكون معنا. هلا زمان عم تتمرن يعني. صحيح. ليا نحن بانتظار انه هالمنتخب هلا عم ناخذ مثل ما بقولوا علم وخبر لما نصير رسمي. لما يصير رسمي علم وخبر بده يدخل بعد معنا العناصر الاجنبيه. ليش؟ لانه الجمهور اللبناني بحب انه يكون فيه لعيبه اجانب. حيصير فيه لعيبه اجانب كمان. طبعا في لعيبه اجانب رح يفوتوا تيدعموا الوضع او المنتخب ونخوض المباريات بقوه. في عنا لاعب، فينا بنقدر ناخذ اسماء اللعيبه الاجانب. في عنا لاعب روسي مشهور اسمه سيرجي مخطوف. سيرجي مخطوف. مخطوف مخطوف اذا بتشوفيه بتعرفيه اكيد، اشقراني طويل. في عندك جون كلود انرومي، هذا لاعب بلجيكي. جون كلود انرومي ايوه، وباتريس برونشيت هذا لاعب فرنسي كتير كتير مشهور. هلا رح نقول الوضع كله، يعني هذا رح تكون مفاجاه مثل صدمه رح تكون. هو دخول اللاعب الكوري على الخط وينضم لنا كيم إيل تفو. كيم إيل تفو. تفو سوري عبوجك يعني، بس انه كيم إيل تفو هذا بده يشقلنا الوضع بشكل رهيب ان شاء الله. طيب فينا نبلش اكيد. هلا التحضيرات صارت على اوجه، هلا اذا مستعدين رح نبلش. هلا جاهزين شباب؟ هلا مثل ما ملاحظ في عنا هذا الهدف هون، وشباب واقفين هناك بدهم يجربوا يوصلوا البزقه ويصيبوا الهدف بنفس الوقت. طب كانه ما في جمهور. نحن اجتمعنا بالاتحاد ارتقينا انه ما يكون في جمهور باللعبه، احسن ما يصيروا يبزقوا على بعضهم لانه بدهم يبزقوا على بعضهم على الاكيد. انه هلا بهالمرحله الجمهور بلا ما يكون موجود. فاذا هلا في عنا كامل رح يبلش. كامل جاهز؟ جاهز مستعد، لانه هو عنده طريقه هلا بسحبها من اجره. شو عم يعملوا هلا؟ هي البزقه بسحبها من جسمه كلها، من تحت من كعب اجره، من ضفر اجره مثل ما بقول. بحمي يعني، عم بحمي تحمي ورح يطلع دغري بزق. بدك بس نزيح شوي احسن ما ننصاب. معقول صيبنا؟ معقول صيبنا؟ استاذ بلغموني، بس لو بنعزمك انت والست المذيعه لو بتزيحوا شوي، لانه انا بزقت اجمالا بتعمل سكتر، ما بخاف تجي عليكم تاذيني. معقول؟ معقول ما تصيب كمان يعني؟ انا اجمالا بتطج وبتطج. اوكي اوكي. لحظه ليه؟ ليك التقنيه تبعيته. مثل ما لاحظت يعني فرقت معه شيء 30 سنتي، بس مش مشكله يعني هو قريب. ما صابت الهدف مزبوط يعني، بس هلا ثاني وحده يمكن تطلع ازبط. في عنا هلا لاعب طارق، تفضل. هو صيب اكثر. بدها شوية مجهود جسدي أكثر. كأنه ترتشت استاذ بلغموني شوية صغيرة، بس أصابة إصابة شبه مباشرة. يعني كانت أقرب. هلأ عنا ليا مختا رح تجرب حظها، تفضلي. لازم نجيب شمسية نبقى. في تركيز. تركيز. نعم. تعمل يوغا.
كمان اصابه يعني تعتبر بس اقرب اصابه للهدف طارق اقرب اصابه يعني هلا الشباب رح نخبرهم انه هلا طريقه التدريب قريبه رح تكون اقسى من هيك ليش؟ لانه احنا هلا عم نشتغل بطريقه مبدئيه اوليه ولكن بعدين لما تصير شغله جديه اكثر رح يتدربوا مش على الهدف رح نستعمل تقنيه جديده وهي انه نحط صور لمجموعه من السياسيين يبزقوا عليهم مجالس بعيده هيك بصيروا يصيبوا اكثر وبصير يعني عندهم ادفاع بصير عندهم استفزاز اكثر يعني صح نقدر نوصل الهدف اكثر بصير انيسه ليات شو قلتي فينا نوصل ساعتها الهدف يلا يعطيكم العافيه مبروك مبروك برافو ميرسي يعطيكم العافيه وظفك